إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وهاديا للناس أجمعين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي القناة، معنا النهاردة الإبنة مريم جلال اللي هترد على شبهة بيرددها النصارى والملحدين، وهي التشكيك في أسماء الله وصفاته، ويقولون أن القرآن بينسب صفات لله لا تليق به، وهنسمع منها الرد على الشبهات دي. تفضل يا مريم. السلام عليكم. الحمد لله خلق الخلق تفضلا واصطفى من عباده رسلا بعثهم مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأعوذ به من أسباب سخطه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الأشباه والأنداد وتقدس عن الصاحبة والأولاد. ثم أما بعد، إن شاء الله هرد النهاردة حول الشبهات التي تلقى على أسماء وصفات الله. الشبهة دي لما بتيجي يعني يطرحوها بيقولوا القرآن ينسب لله صفات لا تليق به، بيقولوا إن القرآن في أكثر من آية بيقول إن الله يضل، وبيستشهدوا بالآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لما نيجي نرد على حاجة زي كده نقول أولا يعني إيه كلمة الرب؟ الرب معناها السيد والمالك على كل شيء، مالك الهداية ومالك الضلال، لا يحدث شيء في الكون إلا وفق مشيئته وقدرته. إحنا مش هنقول زي المجوس إن الكون له خالقين، خالق خير وخالق شر، إحنا بنؤمن زي ما ربنا خلق خير لازم يكون في شر، علشان دي دنيا والدنيا دار عجاج وليست دار استواء. لو كان خلق ربنا كله خير كانت تبقى جنة. وربنا ربنا لما بيبتلينا بيبقى بيختبرنا، يبقى الهدف من الدنيا هي الاختبار. الله يقول هديناه النجدين، أي هديناه طريق الخير والشر. ويقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كلمة يضل في الآية معناها ليس إجبار، يعني ربنا ما خلقناش ضلاليين فيعذبنا بضلالنا. الله يقول ما يفعل الله بعذابكم. الله لا يضلنا ابتداء. الآيات اللي بتتحدث عن الضلال فيها ضلال الشخص يعقوب وضلال الله له، لا نجد آية تدل على أن الله أضلهم من غير فعل له، زي الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والآية اللي بتقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني سبب ونتيجة. أنت شخص مكلف ومنعم عليك بالعقل وعارف الهداية من الضلال، فحسب أعمالك ستجازى. ربنا بيهدي من يستحق الهداية وبيضل من يستحق الضلال. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أكيد ربنا مش هيساوي ما بين شخص بيجاهد وشخص قدامه طريق الهداية والضلال فبيختار الضلال أيا كان أسبابه. يعني مثلا زي واحد ما أسلم، يعني هو ما خايف مثلا يقول أسلم ليه أو مكانته أو اللي العقبات اللي هتقف قدامه، فربنا مش هيساوي ما بين الاثنين دول. زي ما مثلا عم الرسول ما رضاش يقسم عشان اسياد قريش وهيدخل النار. فانت مخير. ربنا ارسل للرسل لتقيم حجته على خلقه. ربنا لو زي ما هم بيقولوا خلق الشخص الضال يعذبه ما كانش ارسل الرسل. الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فقامت حجة الله عليهم لأنهم بإمكانهم أن يهتدوا كما بإمكانهم أن يضلوا. الله يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. معنى كده أن ربنا ما بيضلش إلا لما يقوم الحجة. يعني إيه قامت الحجة؟ أنك موضع اختيار. واستشهاد آخر للرسول، الرسول يقول ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. الله يقول وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. يعني هو الشياطين اجتالتهم، يعني هي غيرت طريقهم، يعني هي استخفت بهم وغيرتهم عن مقصدهم اللي هم العبادة. يعني هم سمعوا الشياطين
وحديث آخر بيقول كل مولود يولد على الفطرة، اللي هي الفطرة اللي هي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. مش المسلمين بس اللي بيعترفوا بالحديث ده، النصارى كمان، بدلالة إن الطفل بيتعمد. هما بيقولوا إن الطفل لازم يتعمد عشان لو مات قبل التعميد لن يدخل الملكوت، لدرجة إنها وصلت في بلاد الغرب إن هما بيعمدوا الطفل وهو في الرحم، والحاجات دي تسببت بقى لموت وربنا المستعان يعني. بيقولوا ان هو بيتعمد علشان مش يبقى عليه خطايا يعني. والشبهة عندهم في كتابهم، في الشبهة اللي بتلقى دي بنلاقيها بنفس نفس الكلام او ممكن بشكل اصعب في كتابهم. رسالة بولس الرسول الثانية لأهل تسالونيكي الإصحاح الثاني العدد 11، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. في سفر حزقيال، إذا ضل النبي فأنا الرب قد أضلت ذلك النبي. يعني عندهم الشبهة بصورة أقوى وأخطر. ويطلقوا شبهة تانية إن شاء الله هنرد عليها، شبهة حول اسم الله المتكبر. لما بيجي يطرحوا الشبهة يقولوا الكبر كما هو معلوم عند الجميع صفة مذمومة، فكيف يوصف إله الإسلام بالمتكبر؟ بيقولوا إن إلههم متواضع، رضي أصبح إنسان ورضي نفسه أن يموت من أجل البشرية، وحشى لله. احنا لما نيجي نرد على حاجه زي كده، اولا احنا بنعترف ان القران وصف ربنا بالمتكبر، عشان هي جت بسم الله الرحمن الرحيم الايه بتقول هو الله الذي لا اله الا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الكبر صفة من صفات الله عز وجل، لأن الله يتصف بكل بكل صفات الجلال والعظمة، والتواضع ليس من صفة العظمة. الكبر صفة سيئة عندما يتصف بها بشر. يعني إيه متكبر في اللغة؟ المتكبر من الكبرياء، وهو العظمة والكمال، والمتكبر أيضا أي المتكبر عن النقص والشر وعن قضايا الحاجات، عن صفات البشرية يعني. في فرق بين المتكبر والمتكابر. المتكابر من الكبر وهو المتعاظم، وهو لا يملك من العظمة والكمال شيء. أما المتكبر هو ذو الكبرياء الذي جمع بين كمال الذات وكمال الوجود. مش معناها إن الله بيتكبر على عباده كما يفهم السطحيون، يعني أنه جل وعلا عظيم بذاته ومتعال فوق عباده بحكم كونه الخالق الموصوف بصفات الكمال، وبحكم كوننا المخلوقين من العدم. مش كل أنواع الكبر مذموم. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، ربنا ادانا قيمة أكبر من الدواب. لما احنا بنذبحها وبنهدرها عشان مصالحنا، ده مش كبر. احنا بالنسبة لهم أعظم منهم، ولله المثل الأعلى، الله أعظم من خلقه. وإذا كان بعد كبر الإنسان ممدوحا، لماذا؟ لأنه يستحق، فكبر الله أولى. وبرضه الشبهة في كتابهم في سفر إشعياء الإصحاح 25 العدد 11، فيبسط يديه فيه كما يبسط السابح ليذبح، فيضع كبرياءه مع مكاد يده. وفي سفر المزامير الإصحاح 92 العدد 8، أما أنت يا رب فمتعال إلى الأبد. والشبهة الثالثة، إن هما بيقولوا إزاي ربنا بيتصف بالمكر. أولا، ما معنى المكر؟ المكر هو صرف الغير عن مقصده بحيله. المكر له نوعان، في موضع مدح وفي موضع ذم. موضع مدح زي ما الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله لم يمكر ابتداء، وإنما عدلا منه مدافعة عن الضعفاء. والآية ما وصفتش الله بالمكر بصفة الإطلاق، الآية بتقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ما قالتش أسوأ الماكرين وما قالتش أمكر الماكرين. معنى مكر الله تدبيره ضد الكافرين لمحاربتهم، ليدفع مكرهم السيء ويرد شرهم، ليكون الجزاء من جنس العمل. والمكر المحمود هو مكر الله الذي هو ذكر في الآية الكريمة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما المكر المذموم ما يفعله الكافرين بالمؤمنين،
مستضعفين، ويقول الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. مكر الله هو عدل ورحمة للضعفاء، فكأن مكر الله لا يحدث إلا لرد البلاء ودفع الضرر عن المؤمنين. أما استشهاد المعترضين بقوله: إذ يمكر بك الذين كفروا، معنى الآية دي إن المشركين دبروا في الخفاء وأرادوا شرا للنبي محمد، فدبر الله لنجاة النبي من مكرهم وشرهم، فكان الجزاء من جنس العمل، وكانت العاقبة المتقين. المكر المذموم والخداع قد نسبه الكتاب المقدس للرب في سفر إرميا من 4:10: فقلت: آه يا سيد الرب، حقا إنك خداع، خادعت هذا الشعب. في سفر إرميا الإصحاح 48 العدد 43: خوفا وحفرة وفخ عليك يا ساكني مؤاب، يقول الرب. وعندهم شبهات تانية زيادة احنا مش عندنا، يعني بيشبهوا الله بصفات لا تليق به، زي كوصفهم الله بأنه جاهل وضعيف حاشا لله في رسالة كورنثوس الأولى من 25:1: لأن جهالة الله أحكم من الناس، وضعف الله أقوى من الناس. وعندهم برضه إن الرب بيندم ويحزن ويتأسف في قلبه في سفر يونان من 3:10، اللي هي كان دي إلى أهل نينوى يعني: فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديء، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه به. وفي الخاتمة: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وشكرا. سنتي. وفي نهاية حلقتنا أشكر الابنة مريم على مجهودها في توضيح الأمور، وجعل ذلك في ميزان حسناتها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.